على بركة الله، مبروك للأهلي. الأهلي تحت شعار هنفضل أبطالها عمرنا ما هنبطلها. الأهلي هو الاسم الأكبر في أفريقيا بلا منازع، هو مرعب جميع الفرق. الأهلي هو الاسم فعلا اللي في حتة تانية. الأهلي هو المنظومة اللي دائما وأبدا تستحق. الأهلي هو دائما الباحث عن الألقاب والبطولات. الأهلي هو الاسم الكبير على مدار سنين كتير جدا جدا جدا. بطولة مستحقة للنادي الأهلي، رقم 12 هو رقم مهم للنادي الأهلي. زي ما قال جمهور الأهلي الكبير العظيم امبارح، احنا ملوكها. هو فعلا كده، هم أصحاب الكورة في أفريقيا، محدش تاني يشارك النادي الأهلي. حضر ملك اللعبة، هو فعلا ملك اللعبة مع جمهور ملوش كتالوج. خلصت فيك كل الكلام يا عازف أحلى الأنغام. جمهور النادي الأهلي كل يوم بيدي درس وكل يوم بيعمل ملحمة كبيرة. إما قلت بص في ورقتك أعتقد إن هو كان صاحب الجملة. إما قلت إن هو يستحق كان هو جمهور النادي الأهلي الحاضر بقوة، الحاضر على مدار 90 دقيقة، اللي فعلا باصص في ورقته. ملوش دعوه بحد، جمهور الاهلي ليه دعوه بحاجه واحده بس، بفرقته وببطولاته. اما قلنا التزام فنادينا على جمهور الاهلي، اما قلنا احترام فقلنا اكيد جمهور الاهلي، اما قلنا الصوره تطلع حلوه، اما قلنا ده مشهد هيتصدر للعالم كله، اكيد هو جمهور النادي الاهلي. اكيد اما قلنا وسع يا جدع جمهوره ما يعرفش الشبع، كنا بنكلم جمهور النادي الأهلي. الناس ما تحركتش من الاستاد، الناس ما طلعتش، الكابتن الخطيب ما رفعش ال 12 وبيقول لك ال 13 يا أهلي. جمهور الأهلي دايما جعان بطولات ودايما شبعان رضا عن إدارته وعن فريقه. جمهور الأهلي امبارح صدر مشهد في الالتزام، في الاحترام، في اي خروج عن النص مش موجود، في اي تجاوز مش موجود، في الترتيب، في ازاي النهارده العدد ده كله بلا خطا واحد. جمهور فعلا يستحق البطوله رقم 12، جمهور يستحق ان هو ما يكشرش زي ده ويضحك زي ده. هو جمهور يستحق كده. في افضل فنيات، في افضل من كده فنيات، في أمور فنية أفضل ممكن، ولكن اللعيبة في الآخر بتدور على البطولة. النهائيات تلعب وتكسب وأحيانا تكسب ولا تلعب. امبارح النادي الأهلي كان حاضر وبقوة. ممكن جمهور الأهلي عايز بطولات وعايز أداء وعايز أهداف كتيرة، ولكن لعبته رجالة، لعبته النهاردة صعب تروح من غير الكاس. نازلين من أول دقيقة بيدوروا على هدف، نازلين عايزين يقولوا احنا ملوك اللعبه بجد، احنا اصحاب الكوره بجد. افريقيا دي بتاعتنا ولعبتنا، دي المنطقه بتاعتنا، دارسينها كويس وعارفينها، والكاس عارف طريقه، عارف طريقه في الجزيره، هيروح يريح هناك، يغيب علي معلول نجم نجوم النادي الاهلي، يبقى عندك كريم فؤاد، تحط ايدك على قلبك والشناوي يتصاب، يبقى عندك مصطفى شوبير، اكرم توفيق صليبي، محمد هاني في الميعاد، تتزنق في نص الملعب ترجع اكرم توفيق هناك، مودس مش موجود وسام شغال، كهربا هو الورقه البديله، قفشه في الاوقات الحرجه، كل واحد عنده قصه وفيلم ينزل في السينما في العيد. كل واحد عايز يقول للنادي الاهلي انا هو انا موجود. الجمهور ده امبارح عمل لقطه، وانا مش بحكي على حاجه، انا بحكي على حاجه انا فيها شاهد عيان. 70,000 80,000 60,000 من جمهور النادي الأهلي بيواجهوا 2,000 2,500 من جمهور نادي الترجي، دون حدوث أي شغب، دون حدوث أي تجاوز. إما بقول النهاردة الجانب المغربي أنت في بلدك التاني، أنا بقولها وقلبي ميت. إما بقول له أنت في بلد الأمن والأمان، أنا بقولها وأنا واثق. لعيبة الأهلي امبارح وجمهورهم باصص في ورقتهم، مش بصلك، مش مركزين معاك، بتزعق، بتشجع، بتعمل نرفزة ملعب، مبسوط، متضايق، كل الكلام ده اعمله براحتك، انت في امان.
كل الناس اللي بتسمعني تقول لي كابتن كان في فيديوهات امبارح جمهور الترجي بعض اللقطات انت ما شفتهاش، يعني انت طالع النهارده تقول ان الدنيا كانت كويسه؟ بص حضرتك، شايف حضرتك العدد ده كله؟ افتح الكادر كده وري الناس العدد الكبير ده كله، كل ده جمهور الترجي، كل العدد ده جمهور الترجي. اي فيديو حضرتك اتفرجت عليه في اي تجاوز كان من 4 5 6 7، ما ينفعش ان يبقى فيه اكتر من 1000 او الالوفات دي، وامسك مشهد 4 5 عملوا لقطة خرجوا عن النص واقول ان ده جمهور الترجي. جمهور الترجي دخل بامان لاستاد القاهرة وخرج بامان من استاد القاهرة، حتى التجاوز اللي ظهر في بعض الفيديوهات من 4 5 في النهاية مش 4 5 هيمثله الاف، وده دايما اللي بنتكلم عليه. خلصت الشغلانة خلاص، عرفنا ان احنا بنروح اي دولة عربية في بلدنا التاني وهم هنا بيشرفونا، مفيش حد، مفيش 2 3 4 5 هيخرجوا عن النص ويعكروا الصف، ده مش هيحصل تاني. جمهور الاهلي امبارح قاعد يقول لهم مش سامعكم، للخارجين عن النص مش شايفكم، حتى الملتزمين اللي بيشجعوا شجعوا بص في ورقتك وانا هشجع وبص في ورقتي، انا النادي الاهلي، انا في الاخر عايز الكاس، انا لا عايز اتخانق معاك ولا عايز نختلف ولا نقعد نهتف لبعض ولا الكلام ده، انا عايز اضحك زي ما الناس دي بتضحك، الستات بيضحكوا والرجاله بيضحكوا والولاد والبنات والاطفال وكله بيحتفل. اوعى تفتكر ان مكسب الاهلي دايما هو 90 دقيقه، اوعى تفتكر ان نهايه الشغلانه هي 90 دقيقه، تفاصيل كتيره جدا كل واحد في النادي الاهلي بيعيشها. لو بصيت لنجاح النادي الاهلي، نجاح النادي الاهلي في منظومته اللي عاشت سنين وبتصدر المشهد سنين، من اول الكابتن محمود الخطيب للدكتور مصطفى شلبي لكل واحد، للدكتور سعد شلبي انا اسف، لكل واحد داخل النادي، لكولر، للجهاز الفني، اللاعبين، كل واحد بص في ورقته. كابتن محمود الخطيب قبل المباراه بيتفقد الاستاد وبيشوف انا هسلم الجوائز فين، وبيكلم خالد بيبو على اللعيبه وبيكلم ان يبقى في انضباط، وخالد بيبو مهندل اللعيبه وملوش علاقه بالجمهور وملوش علاقه بالموضوع. دكتور سعد شلبي بيبحث الترتيبات بتاعه الاحتفاليه والدخول والخروج لارض الملعب، اللاعب كل واحد مركز في نفسه، الجمهور عارف دوره وعارف واجبه، كل واحد في الاخر عارف هو هيعمل ايه بالظبط. اوعى تفتكروا ان المكاسب بتاعه البطولات دي كلها 90 دقيقه، دي سنوات من الالتزام وسنوات من الانضباط وسنوات من مسؤولين بيصدروا المشهد لبعض، وناس ميراث دايما موجود من ايام الكابتن صالح سليم حتى الكابتن محمود الخطيب، ودائما وابدا الاهلي في مشهد مختلف. النهارده بنقول من القلب مبروك للنادي الاهلي، النهارده بنقول من القلب مبروك لجمهور النادي الاهلي اللي عشنا كتير بنحلم معاه ان اللقطه تطلع حلوه، وهو ملك اللقطات وهو صاحب اسرع لقطات وهو صاحب اسرع حضور وهو ملك اللعبه زي ما قال كده، وهو الحاضر دايما والنجم رقم واحد. الاهلي يستحق المكسب، واعتقد ان النهارده نقدر نقول الف مبروك على البطولة الـ12، وننتظر الحلم اللي حلمه سيف زاهر وهو سوبر القرن، السوبر الأفريقي ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، وده الحلم اللي حلمت بيه وده الحلم اللي قعدنا نتكلم عليه كتير.